بقى واحدة ساكنة في العمارة دي ترضى بيك انت يا مقشف بتاع المنشية؟ دي شقة إيجار جديد لسه ناقلين فيها قريب. وبعدين ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ ما كنتش تاخديه لك طقم من بنت دورة امك؟ مالي يا اخويا اللبس اللي انا لابساه؟ تريق التريق ده انا نشرف الوزير. بس تتريقي؟ مين عارف؟ يمكن اتلام على بطولة مع استاذ شريف عرفة هنبقى في دنيا تانية. يا اخويا نسوين دي؟ نسوين دي؟ سيبك بقى من كلام المنشية ده، اسمهم ستات. تعالي. ما بتفتحي الباب كده ليه؟ عارفين ان انا جاي. بدوي، ماما ماتت يا بدوي، ماما ماتت. امها ماتت يا بدوي. طب بلاش دي، ايه رايك في دي؟ زي القمر. والله العظيم انت اللي زي القمر. يا بكاش. انت بتهرجي ولا بتتكلمي بجد؟ لا بكلم بجد طبعا. يعني انت عايزاني اتجوز كده بالصور؟ وايه يعني؟ ماما موضوع الخطبه ده انتهى من زمان. ده انا شفته وانا قد كده عيل صغير لما اتفرجت على النيل اللي بتعمله في الفوازير. يعني ايه مش هتتجوز؟ لا مش هتجوز طبعا بالطريقه دي. انت بتعاقبنا ولا بتعاقب نفسك؟ يا ستي ولا بعاقبك ولا بعاقب نفسي، بس الطريقه دي ما تنفعش. احنا ذنبنا ايه؟ احنا اللي قلنا لك تروح تخطب واحده بالاخلاق دي. ماما مش معنى ان هانم فقيره ان اخلاقها وحشه. هانم اخلاقها احسن من كل بنات صحباتك اللي انا قابلتهم. انا ما يفرقش معايا تتجوز هانم ولا تتجوز غيرها، المهم ان انت تتجوز. المشكلة في بابا، انت عارف انه مش هيقبل ابدا ان احنا نتكلم معاه في الموضوع ده تاني. هتعمل ايه؟ هتقعد كده مضرب عن الجواز؟ خلينا نأجل الكلام في الموضوع ده دلوقتي لو سمحت يا ماما. الو يا فريد بيه. ده اخو هاني. طيب ماشي، لا انا هاجي حالا، مع السلامة. رايح فين؟ زي ما انت سمعتي دلوقتي، فريد بيه بيكلمني وبيقول ان هانم واخوها في مشكلة من ضمن المشاكل الكتير اللي ممكن اكون انا السبب فيها. طب وبابا لو سأل عليك اقول له ايه؟ قولي له في مأمورية يا ماما. الموضوع ده يخصني يا حماد. ما تقلقش طمني خالص. مظبطة. قلبي عندكم يا بنات، اختكم عاملة ايه دلوقتي؟ واخونا. انا لسه مطمنه هنا بس انا هموت من القلق. ولا تقلقي يا ست البنات، انا اول ما اعرفه جبت الاستاذ اسماعيل وجيت على طول عشان يفهم منكم ويطمنكم. اخونا بريء ودي حركه بنت جاهله. ولا يهمك، ما تطمنهم يا استاذه. لا 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 اطمنه خالص، انا هروح النيابه بنفسي اطلع على المحضر واعمل لا متشكرين، احنا مش عايزين حاجه من حد. ليه كده بس يا ست البنات؟ انا مش عويل ولا اقل من اي حد في رجاله الزنقه. الدنيا لسه بخير يا اموره. متشكرين قوي يا ست الهوانم انك اديتيني الفرصه يعني ان احنا نقدم المعروف الصغير ده. بتعزني قوي، يلا بينا.